تنطلق اليوم فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بمشاركة واسعة وفاعلة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء. هذا وأكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن الجلسة الافتتاحية ستكون مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، ذلك لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار.